هاي مي من الحنفية، هاي الليفة مثل ما لكم شايفين ما فيها أي صابون. رح ناخد شوي من هون ونضيفهم على المي. رح تشوفوا هلا الرغوة اللي رح تطلع قديش وافرة. ولسه حاسة أنا الليفة معباية رغوة، هلا شوفوا قديه رح تكتر. يعني هدول بيقدوكم في الكمية، تنطفوا كل البيت تبعكم. يعني بتحسوه هيك دسم لزج، فعاليته قوية، بينظف. شايفين؟ وأهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من تحضير المنظفات. اليوم بدنا نعمل سائل للتنظيف والجلي وتنظيف الحمامات والمغاسل والبلاط والأرضيات وكل شيء عنا عليه دهون. هذا السائل رح نعمله بيزيل كل شيء موجود، دهون، حروق على الطناجر والمقالي. هلا أول شيء بنحتاج كاسة كبيرة من الزيت، أي زيت مستعمل أو غير مستعمل، مهم كاسة زيت نباتي، ممكن تكون كاسة زيت زيتون كمان الموجود عندكم. بنحتاج نص كاسة من القطرونة أو الكوستيك الاسم العلمي لإلها، معنا معلقة كبيرة من حمض الليمون أو بتقولوا له ملح الليمون، وعنا كاسة كبيرة من أي مسحوق غسالة بيعمل تبع الرغوة مو الأوتوماتيك، انتبهوا. وعنا كيس تبع سائل جلي بيطلع تقريبا هذا كاسة كمان بدنا نضيفها. وبنحتاج تدويب الكوستيك هذا نص كاسة، بدها كاستين ونص من المي. وبدنا طبق بلاستيك ومعلقة خشب لحتى نبدأ نعمل هذا السائل. خليكم معي. أول شي رح ضيف كاستين ونص من المي، ورح نضيف فوقهم القطرونة أو البوتاس الكاوي، وبدنا نحركهم حتى يدوبوا. هذا التفاعل بيطلع أبخرة خفيفة، ممكن نحن نبعد وننتظر شوي لحتى يدوب. هو عبارة عن قشور بيكون أول ما نحطها بالماء رح تدوب. شايفين؟ طبعا نحن بنشتري الكوستيك من عند محلات اللي بيبيعوا المنظفات أو المواد الكيماوية، بيكون عبارة هيك عن قشور. عم بشرح لكم عنه مشان تعرفوا شو هي المادة. هذا كمان التفاعل بيرافقه حرارة، يعني بتنتبهوا ما فيكم تستعملوا أواني زجاجية لأنه ممكن تطق. شوفوا سريع الذوبان، يعني بأقل من نص دقيقة هو لح يتفاعل. الخطوة الثانية رح نضيف هلا كاسة الزيت فوق المي والقطرونة، شوي شوي رح نضيفها ومع التحريك فهي مباشرة رح تتحول لصابون. شايفين؟ هذا صابون الايدين اللي نحنا بنستعمله هلا، هذا بسموه عملية التصبين، يعني انه ساوينا صابون. بس نحن طبعا هلا اذا بدنا بنحط هدول بقوالب مخصصة مثلا شكل وردة، مربع او هيك دائري، بصير معنا صابون. هلا رح نضل نحرك شوي لحتى يصير معنا صابون. لحرك شوي وارجع لكم عشان ما اطول عليكم الفيديو. بعد ما يتصبن معنا الزيت رح نضيف هلا معلقة كبيرة من حمض الليمون فوقهم لتعديل المادة القلوية اللي موجودة بالقطرونة. لازم نضيف الحمض ونحركهم شوي. هلا رح نضيف كاسة كبيرة من المسحوق اللي قلتلكن هذا تبع الرغوة، نضيفهم فوقهم نحركهم.
هذا بيطلع سائل كتير قوي وبيقشط قشط كل الأوساخ، شايفين؟ نستنى كمان لحتى يدوب. رح احركهم شوي وارجع لكم. هلا بعد دقيقتين بلش المزيج يتقل ويتفاعل، ولسه لهلا فيه سخونه، يعني وقت مندس الطبق منلاقي فيه سخونه، منضل عم نحرك لحتى يتفاعلوا تماما. واهم شيء تكون المواد اللي عم تستعملوها جديده وما لها مخزنه حتى تاخذوا نتيجه كتير حلوه. رح تابع التحريك شوي وارجع لكم. هلا الخطوه الاخيره، رح نضيف سائل تبع الجلي، منه بنحصل على العطر ومنه بنحصل منه على اللون. حننزله ونضل عم نحرك. ريحته حلوة، هذا معطر. بس نخلص رح نترك المزيج لتاني يوم لحتى كل المواد تاخد بعض. هلا بعد فترة ليكوا الصابون كيف، يعني هلا هذا فينا ناخذ جزء منه ونغسل ايدينا فيه لانه يبس مثل ما لكم شايفين. ممكن انا لو كان حطيتهم بهدول القوالب كنت حصلت على صابون للايدين، بس انا هي اول مرة بجرب هي يعني هي اول مرة بجرب هذا التصنيع. هلا انا كسرتهم شوي لحتى اخذ هلا جزء منهم وانقعهم بالمي الغليانه، والحقيقه انا جليت فيه ونظفت كتير فعاليته قويه. هلا رح اخذ جزء وحطه بالمي وبدي انتظر لحتى يدوب ويصير لزج. هي المعلقه الخشب هون عملت لون، شايفين سريع الذوبان دغري بدوب. هلا رح انتظر انا عليه فترة لحتى يدوب وارجع لكم. ممكن تعملوا جزء، ما شرط كل الكمية تذوبوها بالمي، يعني ممكن تعملوا مثلا 3 أناني وتخلوا الكمية البقيانة وقت تحتاجوا بترجعوا بتسخنوا مي، وبدنا نحط لهم صبغة لحتى يصير لونهم حلو. وهلا بعد ما داب شوفوا لسه ما عملت شي لكم الرغوة قديه على الوجه. ممكن تضيفوا له معلقه جليسيرين اذا عندكم. هلا انا ضفت له عندي جليسيرين، ضفت له هون. هلا باقي نضيف له الصبغه. هلا انا جبت صبغه لونها زرقاء، رح ضيفها شوي شوي، رح ضيف هلا كميه منها وحركهم. يصير لونهم حلو، وإذا بدكم ما تحطوا صبغة كمان بتقدروا. هلا هذا هو صابون للأواني، للبلاط، للرخام، للمغاسل، للحمامات، للبانيو، تستفيدوا منه. وهيك تخلصوا من الزيت اللي عندكم المستعمل، ما بترموه. أتمنى تكونوا استفدتوا من هاي الفكرة، وهيك بتوفروا بتعملوا مثل ما شفتوا. هلا أنا ما أخذت كمان ليكو قد إيه زاد، يعني في كمية كبيرة لسه ما دوبتها، ما في داعي إنه دوب إنه أجرب لكم قديش بينظف، بينظف سير الجلي بزقزق منه، إنه كتير فعاليته قوية.
بتحصلوا على كمية كبيرة من سائل الأطباق، الصحون، المعالق، الحمامات بطريقة كتير اقتصادية. شوفوا هذا هو المنتج، هي تقريبا نص الكمية ساويت، ليكو بيطلعوا تقريبا شي 3-4 لتر كلهم هدول تقريبا من شوية زيت مستعملين. هيك بتوفروا، بتنظفوا بيتكم، بتحصلوا على نتيجة كتير منيحة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، ما تنسوا العرض الأول، قوائم التشغيل. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.